فاكرين الفيديو اللي انا كنت عاملاه عن حادثة، يعني ام قالت ان كان معاها 3 اولاد، وهنشوف صور الاولاد وهنفتكر اكيد كان معاها 3 اولاد، وللاسف قالوا لها كانوا بيتفسحوا وقالوا لها عايزين ايس كريم واكلوا حلويات كتير في اليوم ده، وتوفوا الـ3 نتيجة انها قالت ان عندهم تاريخ مرضي بمرض السكر. لكن للاسف نتيجة التحقيقات صادمة صادمة صادمة. هنشوف الحكاية. قررت النيابة العامة بقسم ثاني سوهاج تجديد حبس موظفة 15 يوم على ذمة التحقيق في اتهامها بقتل أبنائها الـ3، ولد وبنتين، عن طريق وضع مادة سامة لهم في الطعام للتخلص منهم لانفصالها عن زوجها، وجود خلافات بينهما حول حضانة الأطفال بدائرة مركز شرطة المنشأة. أدلت المتهمة شريهان 37 سنة موظفة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في اتهامها بقتل أطفالها الـ3 في حبة الغلة السامة التي قدمتها لهم في سندوتشات وعصائر والآيس كريم أثناء اصطحابها لهم في نزهة بدائرة قسم ثاني مدينة سوهاج، انتقاما من زوجها بعد رفعها قضية خلع ضد زوجها وإصراره على أخذ الأطفال في حضانته. وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق إن خلافات وقعت بينها وبين زوجها منذ فترة بسبب سلوكه السيء معها وضربه لها وللأطفال، وأن الحياة بينهما صارت مستحيلة، وأنها طلبت منه الطلاق بعد فشل جميع المحاولات في إصلاحه. يعني حاجة، يعني مش عارفة أقول إيه بصراحة، يعني عشان تنتقم من جوزها وما ياخدش حضانة الأطفال قتلت أولادها الـ3.